يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا الرطب على القاهرة الكبرى والواجه البحري جنوب سيناء جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 39، الصغرى فيها 27، جو حار، الإسكندرية 32-23، مطروح 31-23، بورسعيد 35-24، الإسماعيلية 40-27، محافظة السويس العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، العظمى فيها العريش 35، الصغرى 23، طابة 36-26، شرم الشيخ 39-30، الغردقة العظمى فيها 40، الصغرى فيها 30، محافظة الأقصر العظمى فيها 42، الصغرى فيها 29، أسوان 43-29، الوادي الجديد 43-26، شلاتين 40-28، حلايب العظمى فيها 37، أما الصغرى 29. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.